بالإضافة إلى ثلاثة قاعات عرض بفندق المهرجان. الحضور الكريم، مهرجان الإسكندرية هذا العام ارتدى ثوب التألق ولن ينزعه أبدا. أهدى دورته لفنان كبير طالما أمتعنا بفنه وإبداعه، هو الفنان الكبير نور الشريف. وقام بتكريم فيلسوف السينما داود عبد السيد. ونجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي. والكينج محمد منير. سعيد مرزوق. كما كرمنا في حفل الافتتاح المخرج اللبناني الكبير صبحي سيف الدين. شهدت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية القصيرة 19 فيلماً عربياً قصيراً تسجيلياً وروائياً تمثل 14 دولة عربية تتنافس في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. تود لجنة التحكيم أن تعبر عن بالغ سعادتها ومتعتها بمشاهدة هذه الأفلام المتنافسة لما فيها من قيم فنية وإنسانية ولما فيها من إيمان وصدق صناعها بدور الفيلم القصير في طرح القضايا الاجتماعية والإنسانية. لذلك تتمنى لجنة التحكيم ألا تبقى هذه الأفلام متعة مشاهدتها حكراً على المهرجانات السينمائية وإنما تجد طريقها إلى الجمهور العريض من خلال وسائل الاتصال المختلفة كي يعم خيرها وتتسع فائدتها. وتود لجنة التحكيم أن تشير إلى أن عدد الأفلام الملفتة كان أكبر من عدد الجوائز التي تتيحها لوائح المهرجان، ولكن بعد نقاش متأن استقر قرار اللجنة على إعطاء الجوائز للأفلام التالية. يوسف أيوة توتر شوية سخن يا سخن. جائزة لجنة التحكيم للفيلم العربي التسجيلي القصير تذهب لفيلم فريسكا آخر الصيف. الحضور الكريم، مهرجان الإسكندرية هذا العام ارتدى ثوب التألق ولن ينزعه أبدا. أهدى دورته لفنان كبير طالما أمتعنا بفنه وإبداعه، هو الفنان الكبير نور الشريف. وقام بتكريم فيلسوف السينما داود عبد السيد. ولولا الأدب المصري والأغنية المصرية والفن المصري كان إحنا ضعنا. صدقوني أنا ما بتملق
أنا بحكي هذا الإشي من لوس أنجلوس لدبي. أنا مشكور للسينما المصرية ولولا السينما المصرية أنا ما وصلتش هوليوود وما وصلتش دبي وما وصلتش العالم. فأول فعلا من الأفلام اللي أنا شفتها هي كانت أفلام مصرية، والأدب اللي قريته هو الأدب كان أدب مصري. طبعا الأدب السوري والأدب اللبناني والفن اللي إحنا ما بس حلقة عليه نحن ببصر. السماء أو السينما وطن، وازدانت سماء هذا الوطن بنجوم مصر ونجوم العالم العربي ونجوم العالم، وتلألأت في سماء الإسكندرية وفي سماء مصر.